السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سيموليشن للطرق. طيب لما نيجي نعمل زوم كده دي الطرق بتاعتنا. طيب هاجي هنا على اناليسيز، ومن هنا هبدأ اقول له ان انا عايز اعمل ترافيك سيموليشن. فبيقول لي حدد لي المكان اللي انت عايز تعمله دراسة. اختار مثلا النقطة دي، النقطة دي، النقطة هنا، وادوس هنا برضو دبل كليك على اساس ان هو يبدا يحسب النقطه ديت. تمام، دي كده المنطقه تحتي اللي هبدا فيها الدراسه. اوكي، هيحولها لكومبوننت روت. هو مديني هنا المقابض لونها معرفش احمر ولا ايه، تقدر تحركها من خلالها بحيث تغير، ممكن تضيف طرق جديدة أو تغير المكان اللي هيتعمل فيه الدراسة. وعندي هنا دي لما يكون في طريق متقاطع مع الحدود اللي أنا محددها، لأن من هنا تبدأ تظهر العربيات أو إنها تختفي. بيقول لي ريزولت فوليوم بار لين ولا، وبعد كده عندي الديلي هيبقى قد إيه. السيموليشن هل أنت عايز كويك ولا قصير بالنهار ولا طويل بالنهار ولا شورت ايفنينج ولا لونج ايفنينج. طيب هقول له run simulation. طيب يلا نبدأ. طبعا لو عايز تسرع ممكن تقول له x2 x10 زي ما انت عايز. خلينا نعمل زوم، اهي العربيات هي بدأت انها تتحرك. تمام، ممكن انت عايز تشوفها اسرع بكتير. عايز تسيف السيموليشن تقدر ان انت تعمله سيف من هنا بالشكل دوت وتسيفه بحيث ان انت تقدر ان انت تستدعيه بعد كده. ده اسم الترافيك ستادي اريا، تقدر ان انت تغير اسمها بحيث تبقى مناسبة للمكان. طيب انا دلوقتي عايز اتحكم اكتر في السيموليشن دوت. تمام، فهاجي هنا وادوس رايت كليك، ممكن اقول له اكزيت، يبقى انا عايز اخرج، عايز اضيف فيرتكس او احذف فيرتكس من النقط ديت، عايز اشوف الخصائص بتاعته، فبدا اجيب الخصائص بتاعته. عايز اقول له بقى لا، ده انا عايز اعمل ترافيك اناليسيس بانل، عايز اشوف ايه الدراسه عملت ازاي. اوكي، فبيفتح لي برنامج مستقل كده اسمه ترافيك اناليسيس بانل، فبدا يجيب لي هنا السيموليشن. الكود سيموليشن هيبقى البرامتر بتاعه مثلا قد ايه، والكنترول بتاعه الصبح ولا بالليل، فتقدر تعدل الحاجات ديت بسهولة. تمام، الساعة كام الساعة كام، ده هنا السيموليشن. تقدر تضيف اكتر من حاجة، يعني ممكن تلغي من القايمة ديت وتزود عليها براحتك خالص هنا. فهنا بيديني بقى تحكم في كل حاجة، في انواع العربيات، في الوانها، في اشكالها، في كل حاجة. هنا الاناليسيس للكومبوننت للتايم، كل حاجة تقدر انت تتحكم فيها. الاكشن ممكن تعمل ايديت ليها زي ما انت عايز. الاختصارات، الليارات اللي موجودة لكل جزء من الطريق تقدر انت تغير فيه زي ما انت عايز. الفيو تقدر تعدل فيه، تقدر تعمل فيوهات جديدة. هنلاقي عندنا هنا الكلاود، لو انت عايز تعمل سينك وترفع الحاجه بتاعتك على الكلاود. هنا اديت، لو انت بتدور على حاجه تقدر تعمل فايند، تعمل سيرش. طيب هنلاقي هنا عندنا البارامتر بتاعتنا ترمز البيهيفير وهكذا، تقدر تدخل تعدل فيها. هنا مثلا السيارات زي ما انت شايف، هو هنا مدي كل لونه اسود او يعني الوان عشوائيه، فانت ممكن تيجي وتختار اللون اللي انت عايزه، مثلا اللون الازرق، وتختار مثلا هنا اللون الاخضر، فبتعدل الوان السيارات، تقدر تتحكم في الالوان توصل للون اللي انت عايزه. لارج كار مثلا، ابلاي، اوكي. هنا بقى الانجن، وقول اوكي. طيب خلينا نروح هنا للديوند واقول له ديفيجن. تمام،
هو هنا مقسم لي ان السيارات هيكون مثلا 40% سمول كار، ميديوم، اللارج، وهكذا. ممكن تيجي تقول له لا ده انا عايز اعمل حاجة خاصة بيا، وتقول له هنا مثلا سمول كار مثلا 40، وهنا مثلا اللارج كار اخليها 30، وهنا الفان اخليها 30، واقول له ابلاي. اوكي طيب، نيجي بعد كده نيجي هنا نشوف البروفايل. طيب هنا جايب لي طرق كتيرة، خلينا نفهم ايه فكرة الطرق ديت. اقول له مثلا ده الطريق الاولاني، فهو بيقول لي من النقطة دي ممكن تروح لده ولده ولده ولده، فدي عدد العربيات اللي هتكون في المكان دوت. ده النقطة التانية اللي هنا ممكن تروح لهنا وهنا 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 وهنا، تمام. فهو جاي حاطط لي عربية واحدة، ممكن اقول له لا انا عندي هنا مثلا 10، عندي هنا 20، عندي هنا 30، حسب عدد العربيات اللي انت عايزها تبقى موجودة في التصميم بتاعك. يعني الطريق ده بيروح له كام عربية للطريق ده، والطريق ده كام عربية للطريق ده، وهكذا. كل ما بوقف على واحدة بيبدأ ان هو ايه يقول لي دي انهي واحدة اللي راح فيه. دي من ضمن الحاجات ايه الظريفة. اوكي طيب، نعمل السيموليشن تاني. وبص هتلاقي عدد السيارات كتر بشكل كبير، تمام، نفس العدد اللي احنا ايه اخترناها بالشكل ده. طيب نرجع تاني دونت. تقدر تعمل واحدة تانية، يعني ده مثلا ماتريكس 1، تقدر تعمل ماتريكس 2. وماتريكس 2 هتحدد المود بتاعك لو في اكتر من واحد. البروفايل عندنا هنا الديفيجن، احنا عملنا مثلا دي 1، او هنا هتختار مثلا علز كل الزونات ولا جزء منها، فهقول له اوكي. وانت تحدد هتبدأ تعمل دراسة على انا واحد فيهم، وهنا تبدأ بقى تدخل الأرقام وهكذا. هنا هتبدأ بقى لو أنت عايز تغير الديفيجن، خلينا مثلا ديفيجن 1 اللي احنا كنا لسه عاملينها السيموليشن، ونقول له أوكي. طيب السيموليشن عندنا دول تقدر تزود زي ما احنا قلنا واحد كمان سيموليشن مثلا، وتقدر تختار بقى المواصفات بتاعته وعلم عليه وقول له إن ده اللي هيتفعل معايا دلوقتي. وتحت هنا تلاقي الكومبوننت، البارامترز، الكنترول، الديموند، كلها موجودة هنا. تقدر انت تختار اي واحد فيهم وتعدل عليه زي ما انت عايز، وتزود عليه كل واحد من دول. تقدر انت تعدل عليه وتعدل الاسم وتلغي، و بطريقة سهلة جدا تقدر تتحكم فيهم. وده هيبقى السيموليشن بتاعك. طيب خلينا نعمل مثلا سيلكت اي واحد فيهم، ونقول له احنا عايزين نبدأ نعمل بلاي هنا اهو، هتبدأ تظهر معانا السيارات. وممكن نسرع عشان نشوف السيموليشن بتاعنا. هتبدأ تظهر معانا السيارات بالشكل دوت. نقدر نتحكم برضو في الحركة بتاعتها، عندنا هنا كنترول، نقدر نتحكم مثلا في الانترسيكشن، التقاطعات يبدأ يتصرف ازاي، الجروبس، الفيسز، كل نقدر نتحكم فيهم. بيقول لي مثلا السيارة ديت هتخش يمين او شمال او كذا، فبيبدأ يديني الاختيارات، فتقدر تختار تقول له اه دي تنفع او ما تنفعش، او اتجاه واحد، تمام، زي ما انت عايز. فتقدر تختار الاتجاهات بتاعتها، التايمينج، الوقت بتاع كل واحد فيهم، الفيس هايت، البلان بتاعك، الرولز، اللوبس،
هنا بيظهر لك كل انترسكشن، تقدر تختار اي انترسكشن فيهم، وهو يبدأ يعمل عليه زوم ويبدأ يجيب لك المعلومات بتاعته، ويقول لك مثلا اللي هيبقى فري فلو، ولا انت عايز تديله جيف اوي او ستوب ساين او برد. وهنا تبدأ تختار بقى الرموز اللي هتبقى موجودة، ممكن تقول له ريفريش كلوز ابلاي اوكي. فهو بيديني تحكم في الانترسكشن بشكل قوي، وكذلك لو في جيت يبدأ ان هو يديني تحكم فيها، فيبدأ يعمل لنا المحاكاة بالشكل ده. طيب لو روحت دلوقتي على الاناليسيس هتلاقي بدأ يظهر عندي الارقام تقدر تعدل فيها. في الاول ما كناش شغلنا سيموليشن فكانت كلها صفار. طيب خلينا بقى دلوقتي نروح للبيهيفيور. تمام، هنا عندي الدرايفنج كوست، عندي هنا الروتينج لو انت عايز تعدل فيها، كوست اوف برايس، عندي هنا الدرايفنج ممكن اتحكم برضو في الوقت او المسافة اللي بين السيارة والأخرى، ممكن نخليها مثلا 3. تمام، فالمسافة ديت بدل ما هي متر ونص لا تبقى 3. الرياكشن تايم هيبقى قد ايه، السيفتي، كل الحاجات دي نقدر ان احنا نتحكم فيها. بعد كده نبدأ نقول له اعمل المحاكاة بتاعتك. هو لما نخلص نقفل ونبدأ نعمل السيموليشن هنا في الترافيك ستادي اريا. فاول ما نيجي هنا هنختار بقى السيموليشن اللي احنا عملناه ونقول run simulation، هيبدأ يظهر التعديلات اللي احنا عملناها، ونشوف هل التعديل اللي احنا عملناه ده هيعمل زحمة ولا هيحل لنا المشكلة.